السلام عليكم، معكم الأخت كلمة، ولهذه أول مرة تزوروا القناة أدعوكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم راح نديروا حلوة رائعة وتخرج كمية لبس بها أكثر من 120 حبة تاع لي تارتولات. أنا راح ندير نصف الكمية، في عوض ندير 500 غرام تاع الزبده، راح ندير فقط 250 غرام تاع الزبده. الى حبيتوا تحصلوا على هذه 120 حبه، اكثر 120 حبه، ديروا زوج حبات بيض، كاس معمر تاع السكر الناعم، 8 ملاعق تاع الزيت، وديروا 500 غرام تاع الزبده. لكن انا هنا ندير 250 غرام تاع الزبده، نصف كاس تاع السكر الناعم، وندير حبه بيض، وهنايا ندير 4 ملاعق فقط تاع الزيت، والفرينه باش نلم بها العجينه، وعطر الفانيلا بودرة. اذا هنا راح نخدم بهاد القوالب تاع لي تارتولات، قوالب صغار. نروح الان للعجينه تاعي ونبدا نعطي هاد المقادير فقط تاع العجينه، من بعد نزيد نعطيكم المقادير تاع الحشو. الحشو راح يكون مبدل شويه لانه سبقت ودرت هاد الوصفه، لكن هاد المره راح نزيد لها مكون راح يعطيها بنه على بنه. اذا اولا هنا نضيف الزبده، الزبده تكون على حراره الغرفه مباشره. راح نضيف السكر الناعم، ناخذ كامل الكميه يعني نفض الكاس. من بعد نضيف الزيت، يعني كندير كامل المكونات مع بعضها ونخلط العجينه، لانه العجينه هذه ما فيهاش لا لوفار، وتاني تجيب بزاف طريه كيما لاباط بريزي، وانتوكا هي تشبه ما من لاباط صابلي. نضيف عاد الفانيلا، البيض، ونخلط جيدا حتى نتحصل على قوام كريمي. من بعد مباشره راح نبدا نضيف الفرينه بعد ما غربلتها. بسم الله، لم فقط العجينه ما نعجنهاش، لانه لو كان نعجنها راح تيبس وما تجيكمش تقرمش، ما تجيكمش هذيك كيما نقولوا الدوب. بعد ما نلم العجينه تاعي لازم تكون كيما نقولوا كي تقعدوا بهذه اليد اللي راكم تخدموا بها تحسوا بلي راهي تلصق، لكن انتو غسلوا يديكم ونشفوهم غير تشوفوا كيما نقولوا تمسوا العجينه تحسوا باللي مازال طريه بزاف بخصوص الفرينه، لكن ما تخافوهاش. لفاتكم تشوفوا باللي ما راهيش تلصق في اليد، تما هذاك هو القوام اللي راني نحوس عليه. شوفوا راح هنا نخليها تريح مده 20 دقيقه على الاقل. انا هنا راح نخدم بها مباشره باش نكمل الفيديو تاعي. شوفوا هنا كيما شايط ما هيش تلصق. نجيب القوالب تاعي، بسم الله، ندير كره الوزن تاعها الصافي 25 غرام، باسكو لي تارتولات ديالي هادو ما صغار. ندير حفره هكذا في الوسط، من بعد نبدا نسويها من الطرف، وبعد هذاك الزياده هذاك اللي يجي من الطرف ننحيه. خدمه سهله وتمتم تكملوا. من بعد نبسطها كامل باليد، نشكلها مليح حتى نتحصل على شكل رائع كما راكم تلاحظوا، يجي مرتب والخدمه متقونه. نكمل كامل العجينه تاعي ونرجع فيما بعد. بقى معنا هذه الكميه الاولى كما راكم تلاحظوا، قلت لكم تخرج كميه لباس بها. هنا خرجت لي اكثر من 50 حبه بهاد المقادير تاع 250 غرام. اذا كما راكم تلاحظوا احنا نتقب القاعده بالفرشيطه بالشوكه وندخلهم للفرن ساخن 170 درجه. لما كما نقولوا تبرد تماما نجيب هنا المصفات، ندير شويه سكر ناعم ونرش خفيف خفيف من الفوق، تعطي لها كما نقولوا تزيين مختلف. نرشها هكذا يا خفيفه، رشة خفاف، من بعد نروح مباشرة للطريقة تاع تحضير الحشو
الحشوة يبقى اختياري. إلى عندكم المكسرات ديروا أي نوع من المكسرات اللي عندكم، أنا درت الكاوكاو، وإلى ما عندكمش تقدروا ديروا غير الكراميل. هنا كما قلت لاحظوا الكاوكاو حمصته مليح وريحته كما نقولوا كحبة الطعام، راح نخلطه مع الكراميل. بسم الله، هذه هي الكراميل اللي عندي، صلصة التوفي. تقدروا ديروا صلصة التوفية ولا ديروا نسلي كراميل ولا هذاك اللي مخدوم في الدار كما تحبوا. انا بقات لي هذه الكمية، احنا كما نقولونا نبدا بها. شيت علبة كبيرة وخدمت كما شفتوا الحلويات اللي خدمتهم، تقريبا الحلويات تاع هذه المرة كامل بذوق الكراميل. كما راكم تلاحظوا لازم نزيد لها شوية تاع الكراميل ونتحصلوا هنايا على هاد القوام. كما راكم تلاحظوا دوك تحطوها هكذا وحدها تتكسل، وكما نقولوا تطلق روحها فوق لي تارتولات هادوك. ها شو كيف راكم تشوفوا هايدا، نحشي الحلوى ديالي كامل ونرجع فيما بعد. بقاو معنا. اذا هنا بعد ما كملت حشيت كامل الحلوى ديالي، هذا هو الشكل اللي تحصل عليه. هذه القاعده الاولى. هنا عندي 100 غرام تاع الشوكولا، نضيف له ملعقه تاع لاكريم فريش، نذوبها في حن حمام مائي عفوا، ونتحصل على لاغاناش. وراح ندير لاغاناش فوق صلصه التوفيقه. هذا بعد ما ذابت نزيد نحركها مليح حتى تذوب تماما، من بعد نبدا نحشي من الفوق هكذا، نخليه حتى ينشف ومن بعد نزين. كما شفتوا انا زينت بالمكسرات وزينت بهذيك الحلوى تاع التوت. اذا نكمل انا نزين كامل الحلوى ديالي ونرجع فيما بعد. بقاو معنا. زي هنا بعد ما بدات تحكم روحها الشوكولا، يعني ما تكونش جاريه، نجيب هنايا المكسرات. انا زينت البعض بالمكسرات والبعض درت لها حلوه. نزيد نزينها كذلك بالورقه الذهبيه. وانتوك الشيء اللي متوفر عندكم تقدروا تزينوا به، تقدروا ما تستغناو على هذه المكسرات ونديرو اي ازهار ولا ورد الشوش الشيء اللي عندكم. هنا نضيف الورقه الذهبيه، من بعد هنا الشكل النهائي اللي تحصلت عليه حلوى ولا اروع. تحمر الوجه. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. الى عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ما تبخلوش علينا بجام، بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم. تلقوا في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهده ممتعه. سلام.